طيب الذي يحدث الآن، ليش أنا سميته الطوفان القادم وليس الطوفان الذي حدث؟ الطوفان اللي حدث هو بداية شو اسمه الزلزال الكبيرة، لكن الطوفان حقيقة جاي. كيف الطوفان جاي؟ شوف، انظر على الموازين أمامك. أولا انظر إلى العالم. إسرائيل في الميزان الاستراتيجي اليوم أضعف من أي لحظة تاريخية سابقة، اللي أنا سميتها الطوفان القادم. الطاقة المتولدة في نفوس البشر لم يسبق لها مثيل. طاقة، أنت قاعد بتشحن والعالم قاعد بنشحن. طيب هذه الطاقة أين ستتفجر؟ أنه في النهاية مهم، ترى انتبهوا أنه كل أزمة مرينا فيها ما كانش نتيجتها الخنوع. إذا بتذكروا 48 صار عندنا نكبة، بس الشعوب ثارت على حكامها وأسقطت الملكيات في العالم العربي وعملت ثورات، ما قالوش ولا الضالين أمين، وإحنا صرنا زي ألمانيا زي اليابان والأمريكان اللي بيحكوه وإحنا جاهزين. أبدا، بالعكس كان رد الفعل رد آخر. ولذلك هذه الطاقة هي الطوفان القادم. وين بدها تروح؟ سنة سنتين إيش حيصير؟ وين الناس حتتفاعل؟ كيف اللي بدأوا يكتشفوا ذواتهم وبدأوا يفكروا أنه لازم نعمل إشي وأنه هذا الواقع مش معقول وهذا الغضب اللي بتشكل وين حيروح؟ هذا شيء جديد. لذلك العقلاء يجب أن يفكروا فيه، ولو كانت أنظمتنا فيها قدر من العقل لاختارت هذه اللحظة لكي تجري الإصلاحات الحقيقية وتتصالح مع شعوبها، ولكانت شعوبها غفورة لجرائمهم التي ارتكبوها بحقها. لكن للأسف الشديد يبدو أنه يعني ما حيتعظوا بهذه اللحظة. يعني هذه نقطة في غاية الأهمية.